الكابتن عادل نعمة يوجه رسالة إلى عدنان درجال: لا تقتلوا المدرب المحلي. ندعم بشكل كبير دوري المحترفين، احنا مع كل خطوة هي تطور كرتنا تطور دورينا، لكن عتبنا على الكابتن، انا عتب على الكابتن عدنان درجال، لان هو الرجل يعمل من اجل تطوير الكرة العراقية. عينك على المدرب المحلي، انت ما معقولة ما قايم دورة برو بالعراق واليوم طالبني انه يكون حامل دورة برو، ولا انت مخاطب الاندية ومخاطب المدربين تسوي لنا دورة بالسعودية بالاردن بقطر باي مكان وعلى حسابنا الخاص، واحنا مستعدين نطلع، لا انت موفر لي داخل البلد ولا خارج البلد. فاعتقد هذا قتل للمدرب المحلي. المدرب بشر، اللاعب بشر، المحترفين عندهم عوائل، ما معقول احنا نبدا بالثامن وننتهي بالثامن، سنه كامله من هذا الضغط الكبير والمستمر اعتقد ياثر بشكل كبير، خصوصا انت يعني راد لك فتره استشفاء، فتره نقاهه كمدرب تعيد حساباتك.